إحدى هذه المدن بناها الصحابي عتبة بن غزوان. البصرة، الكوفة، الكوت، كربلاء. والله السؤال قريته مو بزمن بعيد، يعني قبل أسبوع تقريبا. قريتي؟ إيه. قبل أسبوع؟ إيه. إعلامي نشر كل مدن العراق. إيه. وكل من يا مدينة منو بناها؟ سأفكري لأشوف. إيه. شو بس شنو؟ كلهم كانوا الموجودات. مين بنا؟ مين بنا؟ ماذا بنا؟ أي مدينة بناها الصحابي عتبة بن غزوان؟ عتبة بن غزوان. أنا إحساسي يقول الكوت. ما أعرف عيني أول ما جتي على الكوت. إيه. اي والله وانا قلت لك قاري المعلومه ما اعرف ليش راوي. انت اول شيء معك 5 مليون. لا استغفر الله، الثقفي يوسف الثقفي بن الكوت بن واسط، ذكرته الصحابي صحابي من الحجاز، حتى قلت من الحجاز بن الكوت ايش بيني وبين نفسي انا، لا مو الكوت اغير. اي خذي راحتك، فكري على مهلك، فكري على صوت عالي. احساسي رايح بين الكوفه وبين كربلاء، غيرت عفت الكوت، تذكرت انه الكوت لان قريت منه ليكي انت بعد عندك فرصتين مساعدة. هاي. يا بتشتري سؤالين يعني بنحذف لك اجابتين، تشتري اجابتين هاي. او تشتري سؤال جديد. نشتري سؤال. نشتري سؤال؟ يعني نبدل هذا. نبدل هذا. فإذا أعطونا الإجابة الصح إذا بتريدوا. البصرة. البصرة. زين ما قلت. رحتي على الكوت. بعدين بين الكوفة وكربلاء كنت خسرت. لا بس الكوت ذكرت الثقفي. يوسف الثقفي هيك اسم. الثقفي لا. هو عمل واسط. عمله هي واسط نفس الكوت. والله. محافظة واسط مركزها الكوت. إحنا ديالة مركزنا بعقوبة وهكذا. طيب رجعتي. إيه. لثلاث ملايين. ايه لاني اشتريت. ايه اعرف اللي اشتري يرجع. منبدل لك السؤال. ايه احدى هذه الدول قامت على ارض العراق. نعم. الحضر، تدمر، المرابطين، الانباط. جواب الاول الحضر. قامت بالموصل، تدمر بسوريا اعتقد. نعم المرابطين. الأنباط والمرابطين لا مو بالعراق، الحضر بالموصل. الحضر نهائي. النهائي. مرابطين بالمغرب. بالمغرب إيه. إيه. والأنباط أعتقد بمصر. أنغام. نعم. شفتي؟ إيه. يعني بدلتي السؤال. جاوبت. اشتريتي. ايه. رجعني لك الفلوس. عافية. رجعتي جواب صح. اي متأكدة الحمد لله. احسن ما جاوب غلط. انغام برافو، صاروا 5 ملايين. هلا سؤال جديد اختاري فيها. معلومات عامة فن. معلومات عامة. عم تبعدي عن الفن. ايه. يلا معلومات عامة. سؤال بالمعلومات العامة قيمته 10 ملايين دينار. ما هي الدولة التي يحتوي علمها على رسم هلال ونجمة؟ الإمارات، الكويت، البحرين، الجزائر. الجواب رقم 4 الجزائر. متأكدي؟ إيه البحرين علمهم أحمر وهيك شي بيه، الإمارات والكويت تقريباً علمهم متشابهة خطوط شلون علم العراق بس بلا نجمات، والجزائر أتذكر حتى يمكن أخضر بالهاية شايفته؟ إيه أنا أشجع المنتخب الجزائري على فكرة. إيه جواب نهائي أعرف علمهم إن شاء الله. مش الكويت؟ لا صاروا 10 مليون. صاروا 10 مليون؟ كيف عرفتي؟ متأكدة متأكدة. متأكدة إنه صاروا 10 مليون؟ متأكدة. ما بتسايرينا شوي؟ المشكلة يعني حافظتهم، الأعلام ثلاثة البقية أنا أعرف، أصلاً الأربع الأعلام أنا أعرف شكلهم. يعني بتعتبري هالسؤال سهل؟ بالضبط. يجوز غيري يشوفه صعب، أما أنا لأن يمكن أشاهد كرة قدم وأشوف يحطون الأعلام والمنتخب. بس نحن خلص وقت الحلقة هلا. آه. شو بنعمل؟ على الحلقة الثانية أعرف النتيجة؟ انت
تبقي معنا على الحلقة الثانية. بس الحلو بالموضوع رح أكون مطمئنة منها للحلقة الثانية. لا ما فيني أقول لك الحلقة الثانية، لأنه إذا قلت لك تبقي للحلقة الثانية معناتها الإجابة صح. رح أقول لك هلأ الإجابة صح. الحمد لله.